مين فاكر جملة جو مصر معتدل صيفا دافئ ممطر شتاء؟ طب مين قعد سنة من عمره يدرس في البليلة وكركرت الشيشة بتاع طه حسين؟ دي وجمل تانية كتير تعتبر أساطير في التعليم المصري موجودة وما بتتغيرش، ودي اللي خلت الناس على السوشيال ميديا تبدأ تدعو ان احنا نشيل كل البيزكس والأساطير اللي موجودة في التعليم دي ونخلي التعليم أقرب أكتر للحياة الواقعية للريل لايف. نتعلم ازاي نحسب، ازاي نعمل بروجكت، ازاي نماركت لحاجة، ازاي ندفع فواتير. بس لولا البيزكس اللي هم كانوا عايزين يهمشوها دي كلها، أنا ما كنتش لقيت جملة موجودة في كتاب الأحياء في تانية ثانوي وأنا بشخبط كده في الكتاب بتقول توجد مادة الكيوتين على أوراق النباتات لحمايتها من البكتيريا والميكروبات. فاللايت بومب دي نورت، أنا ليه ما استخدمش مادة الكيوتين دي بنفس الإفكت اللي هي بتعمله على ورق الشجر بس على الكانسر سيلز؟ أدخل الكيوتين على الكانسر سيلز بحيث يغطي خلايا السرطان فيعزلها يخليها لا تدخل ولا تخرج أي حاجة، لا تدخل لا غذاء ولا أكسجين ولا مية فتموت لوحدها، وعشان هي مادة أورجانيك عادية هيقدر الجسم يتعامل معها ويتخلص منها بعد كده. بس زي أي حد فينا لما بيجيله فكرة بيروح على طول لباباه ومامته وصحابه ويحكي لهم وأنا عايز أعمل كذا وكذا وكذا. أول حاجة بنسمعها صاحب بالين كذاب، يا ابني ركز في دراستك، انت امشي السلمة خطوة خطوة، محدش بينط. وانا اساسا كنت علمي رياضة، فانت بتعمل حاجة بعيدة خالص عن مجالك. والصراحة كنت شايف ان عندهم حق في فترة، لغاية ما جات لي فرصة ان انا اشترك في ساينس كامب في الاي يو سي اسبوعين بنتعلم بس ساينتفك ريسيرش، ازاي تعمل ريسيرش، ازاي تدور على معلومة، ازاي تقرا بيبر، ازاي تكتب بيبر. وعرفونا في اخر الكامب ده على مسابقة اسمها انتل ايسف. انتل ايسف معرض علوم للناس اللي هي في الثانوية العامة والاعدادية، المرحلة اللي قبل ال 18. اشتركت في المسابقة، جهزت ورقي والديسبلاي بورد ورحت. عديت المعرض التمهيدي اللي هو على مستوى الإدارات، وبعدين المعرض المحلي على مستوى القاهرة، وبعدين المعرض الجمهوري على مستوى مصر كلها اللي هيختاروا منه الناس اللي هتسافر أمريكا في أكبر مسابقة بحث علمي تحت 18 سنة. دخلت ومجهز نفسي، وفي يوم التحكيم جالي جادج واثنين وثلاثة وأربعة لغاية ما جالي العشرة اللي موجودين في الشيت، وبعدين جالي واحد 11، وبعدين جالي ال 12، لغاية ما جالي 15 جادج، خمسة زيادة على اللي المفروض يجيلي. وبعدين لقيت ال 15 جادج كلهم نزلوا وقفوا عليا جنبي أنا وبروجكت تاني عمالين أسئلة غريبة وأسئلة أدفانسد قوي، وسؤال من هنا وسؤال من هنا، لغاية ما قلت لهم يا جماعة أنا تعبت، أنا عايز أروح مش عايز أكسب. وبعدين رئيس لجنة التحكيم نزل تاني يوم، بعد اليوم ده ما خلص في وقت إعلان النتيجة بقى أنا طلعت على الستيج. بس هو مش أنا اللي واقف ده، أنا اللي ورا مكشر ده. أنا خدت المركز التاني ساعتها. اللحظة دي بقى اللي بتقول أنا اتظلمت وتقعد تعيط وأنا مش هشترك في الكلام ده فاضي، الكلام الفاضي ده تاني. روحت رميت الورق والديسبلاي بورد بتاعتي، بس باباي قعد معايا ساعتها وفتح الميكروسكوب اللي أنا كنت واخده هدية في المسابقة، وقعد يشجعني ويقول لي كمل رغم اللي هو كان معترض على الكلام ده قبل كده. بس لما شاف ان انا اشتركت ودخلت وكسبت وخسرت لا قال لي كمل ودوس. بس اتعلمت حاجة ساعتها ان كل حاجة وحشة بتيجي ورا بعض، عشان تاني يوم الصبح والدي توفى. والدي كان دايما بيقول لي انت انا هموت بسببك، وانت ولو حصل لي حاجة انت السبب، ودايما عشان بيزعق لي كتير وما بذاكرش وكده. بس قبل ما يتوفى كان حضني حضن جامد قوي وقال لي كمل واشتغل وانا فخور بيك، واول مره احس ان انا عملت حاجه عجبته بجد. رجعت تاني خلال الفتره دي اشخبط في الكتاب، وطبعا الدنيا مسوده خالص. لغايه في شهر 3 جات لي فرصه ان انا اشترك في مسابقه تانية بتاهل لمعرض علوم في امريكا، وافتكرت ساعتها برضو كلام بابا، وافتكرت ان انا ما كنتش عامل حاجه، ما كنتش واقف على ارض صلبه بجد. انا كنت بقول انا هدخل ده على ده وخلاص، كنتش عامل تجارب ولا شغل ولا مبين ازاي والكلام ده كله. فاشتغلت اكتر على الريسيرش بتاعي، وعملنا تجارب في المعهد القومي للاورام، واثبتنا فعلا ان كل ما بتزيد خلايا الكيوتين على الكانسر سيلز بتغطي خلايا اكتر فبتموت خلايا اكتر، ودخلت المسابقه. وبعد يوم التحكيم وفي وقت اعلان النتيجه ولما جيت نده المركز الثاني اتقال اسمي برضه. ساعتها افتكرت بقى انت 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 هجت عليك انت وهتكسب، وبرضه افتكرت الكلام الناس اللي بيقولوا لي مالكش يعني ما تدخلش الكلام ده تاني. بس هما بيندهوا اسم البروجكت ما كانش اسم البروجكت بتاعي، وكنت انا محمد ايمن اللي في المركز الاول وهسافر امريكا.
قعدت شهرين بجهز إجراءات السفر وسافرت في شهر 5 في هيوستن تكساس. أنا أول ما وصلت هناك يعني I feel in love مع المسابقة ومع النظام ومع الناس اللي بتشتغل ومع عدد الطلبة اللي بيذاكروا وبيعملوا حاجات عشان فعلا يفيدوا المجتمع ويفيدوا نفسهم، ما بيذاكروش كده وخلاص عشان يخشوا يصبوا الكلام ده في الامتحان ويمشوا. وده اللي خلاني اشترك بعديها في انتل ايس في الاساسيه في بيتسبيرج في بنسلفانيا. رحت كمتطوع انظم، دخلت وشفت الدنيا ماشيه ازاي والمحكمين بيحكموا ازاي وبيبصوا على البوينتس المهمه. وحصل موقف ساعتها كان في بنت معانا بتتحكم، والدكتور جالها سالها اسئله رخمه جدا ما عرفتش تجاوب على ولا سؤال فيها. فسالته في الاخر هو حضرتك اشتركت في ساينس فير قبل كده؟ قال لها انا ما فوتتش سنه غير لما اشتركت. قالت له لا مش كجادج كستودنت. قال لها من وانا عندي 11 سنه كنت كل سنه بشترك وعمري ما طلعت على الستيج وعمري ما كسبت ولا مره، ولولا اللي حصل ده. وفتح لها الجاكيت كده وقال لها انا ما كنتش خدت نوبل، كان الدكتور اللي بيحكم لها واخد جائزه نوبل ساعتها. المواقف دي كلها علمتني ازاي ان الخساره فعلا هتوصلك لحاجه في الاخر. جه بقى الوقت اللي هرجع فيه مصر في اخر شهر 5. انا راجع وعارف ان انا هرجع على السخافه بتاعه المدرسين واصحابي اللي هو انت ليه بتمتحن دور تاني، هو انت سقطت ولا ايه؟ وكمان راجع على حجز دروس ثانويه عامه والمذاكره بتاعه ثالثه ثانوي، كانت لحظه بشعه ما كنتش عايز ارجع اصلا، بس لولا الباسبور بتاعي كان مع المشرف يعني. رجعت وفضلت فتره يعني شغال في المذاكره وكده، ما كنتش بذاكر يعني، لغايه في شهر 12 المسابقه الانتل ايسف بعتت لنا ايميلات بتقول لنا انتوا وزمايلكم اللي كسبوا قبل كده مراكز على مستوى الجمهوريه هتتنافسوا مع بعض، وهنختار منكم 8 هيمثلوا مصر في مسابقه انتل ايسف بس على مستوى الوطن العربي. انا حلم ايسف الجد التاني، المسابقه اللي كان نفسي من سنه اشترك فيها دلوقتي عندي الفرصه ان انا ادخل واكسب كمان. فاستعديت كويس ودخلت وكنت فعلا من الـ8 اللي هيمثلوا مصر. ورحنا المسابقه وبعد التحكيم الطويل وقت اعلان النتيجه برضو جه مجال المجال بتاعي، وقت المجموعه بيندوا المجالات، جه وقت المجال بتاعي مجال الطب، ندوا المركز الثالث، هما بيندوا المركز الثاني قلقت شويه، بس هما بيندوا المركز الاول قالوا اسمي وخدت المركز الاول في مجال الطب على مستوى الوطن العربي. جه بعديها وقت الجراند اووردز، احسن 3 جوائز على مستوى المعرض كله، الجائزه الاولى $5,000 طبعا حاجه كبيره جدا يعني. جه المركز الثالث ندهوا بروجكت من مصر، فانا قلت خلاص يعني طالما الجراند اووردز فيها واحد من مصر فمش هياخدوا حد تاني. والمركز الثاني كان بنت من الامارات وهما بيندهوا المركز الاول قالوا وهي لدوله مصر. هو في مشكله في الفيديو. محمد ايمن محمد عبد اللطيف، الف مبروك لمصر والف مبروك لكل الفايزين والف مبروك علينا 111 طالب المبدع. هي اللحظه دي اللي اصحابي شالوني فيها ورموني على الستيج وفضلوا يسقفوا كتير ويصوتوا، اللحظه اللي انا مش حاسس بيها غير وانا باصص فوق، اصلا مش شايف قدامي غير بابايا والكلام اللي كان بيقوله لي، وان انا قعدت سنه كامله اشتغل على الكلام ده، وكان نفسي دلوقتي انا اللي واقف قدام مش واقف ورا، لا انا دلوقتي اللي واقف قدام ومش شايف قدامي غير كميه الالات الحاسبه اللي ماسكه وعماله تحسب لي $5,000 في كام مصري. فأنا سبتهم لغاية ما التعود يعني. بعد كده المكسب ده هو اللي فتح لي السفر لتونس واندونيسيا، رحت سبيكر في تونس ورحت ناسا ورحت اندونيسيا قعدت هناك اسبوعين. بعد كده رجعت مصر على الامتحانات بتاعت الثانوية العامة، بقالي 5 شهور ما فتحتش كتاب، وانا كنت دفعة 2016، ولما عرفت دفعة 2016 هي الدفعة اللي اتلغى امتحان بعد ما امتحناه وخلصنا منه ورجعنا تاني امتحناه بعد ما خدنا الاجازة. بعد ما كل ده خلص وقت النتيجة انا جبت 84%. دي بقى الوقت اللي انت بتشوف فيه كل اللي عملته ده كلام فاضي، كل ده ملوش لازمة. هو ده فعلا كان قصدهم لما قالوا لي صاحب بالين كداب، هو ده قصدهم لما كان قالوا لي ركز في مذاكرتك عشان مستقبلك ما يقدرش. دلوقتي انا عامل زي الغرقان، انا مش عارف انا رايح فين ولا هاجي منين. هو ده الكلام اللي كنت بقوله لنفسي لمده شهرين، لغايه بعد الشهرين دول اتبعتت لي ايميلات من جامعه فرانكفورت في المانيا وجامعه في امريكا وجامعه في تركيا وثلاث جامعات خاصه في مصر بيقولوا لي تعالى وهات السي في بتاعك واعمل انترفيو عشان تكمل الدراسه عندنا. رحت واخترت فعلا جامعه هنا في مصر عشان ابقى مع اهلي يعني،
وعملت الانترفيو وكمان عملوا لي اكسبشن للمجموع عشان انا مجموعي ما كانش هيجيب هندسه ساعتها، بس عملوا لي اكسبشن للمجموع وقالوا لي عشان السفر والجوائز اللي خدتها، وفي الاخر دخلت هندسه. بس لغايه دلوقتي برضو انا مكمل في البروجكت بتاعي وبشتغل في الصيف وبنروح نعمل تجارب اكتر على تايبس اكتر اوف كانسر. يمكن كل واحد فيكم دلوقتي قاعد في مكانه فاكر ان انا جاي اقول انا سافرت فين وكسبت كام وعملت ايه، بس اللي انا جاي اقوله ان انت ابعد شويه عن المضمون وابدا ركز مع التوهان. ركز ازاي تنمي نفسك وتنمي شخصيتك وتبني الحاجات اللي انت شاطر فيها، عشان ده هيخليك لو عايز شهره هتجيلك، ولو عايز فلوس هتكسب، ولو عايز سفر هتروح. من بعيد الموضوع ممكن يبان تشتت معاك وان انت مش مركز في حاجه، بس لو بصيت للموضوع من زاويه تانية هيبان قد ايه كل حاجه بتخدم بعض وكل حاجه بتخدمك انت في الاخر. وده اللي اكده لي الدكتور اللي عمل الانترفيو لما رحت سالته بعديها، انت ليه قبلتني في هندسه رغم ان كل الشغل اللي انا عملته كان ميديسن وحاجات ملهاش علاقه بالمجال خالص. قال لي ساعتها اللي يعمل ريسيرش واللي يسافر واللي يتطوع واللي ينظم حاجات يقدر يعمل نفس الحاجات دي في اي مجال تاني، مش شرط خالص المجال اللي هو عايز يدرسه. انا مش بقول لك دلوقتي قوم روح اعمل كارير شيفت او اقعد اتنطط من ايفنت لايفنت ومن مسابقه لمسابقه، انا بس عايزك تفكر اكتر في فكره ان انت تجري ورا العصافير اللي على الشجره احسن بكتير قوي من ان انت تفضل ماسك واحد وخانقه في ايدك. شكرا.